وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سورة الرعد، <applause> هذه السورة المكية، وقد تكلمنا في الليلة الماضية حول الآية الأولى لهذه السورة، والليلة نبدأ بالآية الثانية إن شاء الله، قبل أن أبدأ كلامي لشرح هذه الآية يجب أن أقول أن القرآن ليس كتابا فيزيائيا، كيميائيا، طبيا، هندسيا، وهكذا يعني ليس من مسؤولية القرآن وليس من عهدة كل الكتب السماوية أن تشرح للناس قوانين الفيزياء أو الطب أو الكيمياء أو ما أشبه. نعم هناك آيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذه القضايا إشارة علمية دقيقة في كلمتين في جملتين في آيتين لماذا ليس أن القرآن مسؤوليتها مسؤوليته العلوم الحديثة لأن القرآن كتاب هداية كتاب إرشاد الكتب السماوية إنما نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء جميعا والقرآن على نبينا صلى الله عليه واله وسلم لأجل هداية البشر. هذه الكتب كانت تأخذ والى الآن تأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم في العقائد في الأحكام الشرعية في الأخلاق في العبر في المواعظ وهكذا. نعم، لاجل ان يصل الانسان الى معرفه الله سبحانه وتعالى، لاجل ان يتيقن المؤمن او اي انسان قبل الايمان او بعد الايمان، لان يتيقن ان هناك نظاما دقيقا في هذا العالم، تشير كثير من الروايات من الايات القرانيه عفوا من الايات القرانيه الى السماء والارض والنجوم والكواكب والبحار والانهار وما اشبه وتشير الى الارحام وتشير الى الاجنه يعني الجنين في بطن امه وهكذا لاجل ان يعرف الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى. طريقة القرآن، أسلوب القرآن هكذا. أن يجعل الإنسان ينظر إلى آيات الله فيصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه طريقته. ونحن أيضا تماشيا مع هذا الأسلوب القرآني الفريد عندما نصل إلى آيات الكون إلى آيات الشمس والقمر وما أشبه نشرح نبذة طفيفة ولا نريد بذلك أن نطبق الآية القرآنية على قاعدة من القواعد العلمية الحديثة مثلا حتى نقول أنه شوفوا القرآن يطابق العلم، والعلم يطابق القرآن. مع انه في عقيدتنا ان الدين يطابق العلم الحقيقي. والعلم الحقيقي يطابق الدين ايضا. هذا لا شك فيه. ولكن قصدي من هذه المقدمه انه فرضا اذا ثبت علميا نظريه علميه. ونحن طبقناها على القرآن على آية من آيات القرآن وبعد وبعد فترة من الزمن هذه النظرية العلمية فندت وأبطلت فالآية شو تصير؟ الآية تصير باطلة؟ لا ولذلك ليس أسلوبنا في التفسير وأسلوب الفقهاء هكذا نحن نتبعهم أسلوب المفسرين العلماء جهابذة هؤلاء لم يكونوا يطبقوا الآيات القرآنية على قواعد العلم الحديث. نعم يستفيدون من بعض القواعد العلمية المكتشفة لأجل أن مثلا من باب المثال قديما كانت نظرية بطليموس فيثاغورس هؤلاء كانوا يعتقدون بان الكره الارضيه مسطحه طيب اذا وجدنا ان القران في اياته لا يطابق هذه النظريه فنحن ناخذ بالقران ولا ناخذ بنظريه بطليموس مثلا كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث حول الكرة الأرضية تشير إلى كروية الأرض. تشير أن الكرة الأرضية كرة مدورة. تشير إلى أن هناك سيراً للكرة الأرضية. وسابقاً في الفلك القديم في علم الهيئة والفلك لم يكونوا يعتقدون كانوا يعتقدون أن ارض ثابته حول السماء علم الهيئه والفلك السابق كان يعتقد ان السماء مثل قشور البصل هكذا كانوا يمثلون قشره وراء قشره قشره وراء قشره وهكذا القران لا يوافق على هذا الان بدا العلم الحديث من قبل تقريبا قرنين يكتشف ان هذه الامور التي كان العلماء يدعون بها ايام سابقه كانت باطله فوصلوا الى كرويه الارض وصلوا الى كثير من الاكتشافات فنحن عندما نشرح هذه الامور ليس محاضراتنا ليست المحاضرات محاضرات حول الفيزياء الكونيه مثلا او نظريه نيوتن او نظريه مثلا فلان لا إنما قصدنا أن نشرح الآية فقط هذه مقدمة كان لي بد أن أذكرها قبل أن نر لأن هذه الآيات التي سوف نقرأها نتلوها في سورة الرعد كثير منها تشير إلى عظمة الخلق عن السماء والأرض والنجوم والأنهار والأشجار وما أشبه طيب الآية الثانية في سورة الرعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها عاده كل شيء مرتفع يحتاج الى عمود هذا البناء الذي نحن جالسون فيه له سقف وفوق السقف في طابق وطابق وطابق طوابق عادة الكون هكذا قرره الله سبحانه وتعالى هكذا جعل فيه قانونا ان كل شيء مرتفع يحتاج الى عمود وإلا يسقط ليش لان اكو قانون الجاذبيه نيوتن اكتشف هذه ال... هذا القانون او لم يكتشف او غيره اكتشف او القران اشار اليه ذاك بحث اخر المهم ان هذا السقف الذي على رؤوسنا لا يمكن ان يكون الا باعمده في جانبين او في الوسط الان بعض البنايات الهندسيه يفتخرون المهندسون يفتخرون أنه إحنا نسوي سقف بدون عمود بطول مثلا خمسين متر هذه تعتبر نوع من البراعة الهندسية ولكن في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر ومن الوراء ومن الأمام أكو أعمدة يربطون الأعمدة بحدائد وبالنتيجة يحتاج إلى عمود <applause> <applause> عفوا الإنسان بجبلته وبالعرف الذي مشى عليه طيلة عمره عندما يرى شيئا مرتفع يفكر كيف يمكن أن هذه السماء العظيمة المسيطرة على الكرة الأرضية هكذا نتصورها عندما ننظر اليها كيف ارتفعت من دون عمود من يحافظ على هذه السماء ان تقع على الارض في ايه اكو الشكل الايه تشير الى هذه العظمه في سوره الرعد الايه الثانيه تشير الى ان الانسان يفكر شويه يفعل عقله وفكره وضميره حتى يصل الى عظمه الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها شنو الرابط بين ترونها وبين عمد العمد جمع عمود العمود جمعه إما عمد أو عمد هنا جاءت كلمة عمد يعني بدون أعمدة ولكن الظريف والدقيق في هذه الآية أن الآية تقول بغير عمد ترونها علماؤنا في التفسير يقولون هذه إشارة جدا ظريفه ودقيقه ان هناك عمد يعني اعمده ولكن انتم لا ترونها بغير عمد ترونها يعني اذا تريد ان ترى هذه الاعمده لا ترى بقرينه بغير طبعا عمد ماكو ولكن عمد اللي انت تريد تشوفه ماكو معناته اكو صح ولا لا؟ هناك عمد وهناك اعمده ولكن نحن لا نراها هذه من العجائب كيف ان هناك اعمده ونحن لا نراها؟ نحن نرى هذا العمود ونرى هذا العمود ونرى ذاك العمود الامامي والخلفي فكيف لا نرى هذا؟ قديما لم يكونوا قد توصلوا الى مغزى هذه الايه. شنو تريد تقول هذه الايه؟ طيب احنا اكو عمد بس انتم تشوفونه. معناته اكو عمد. ما هذه الاعمده؟ قبل ان اذكر آه الاكتشافات العلميه التي وصل العلم الحديث اليه اقرا لكم حديثين. من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن الإمام الرضا الذي نحن في جواره سلام الله عليه. أمير المؤمنين يقول في كلمة مباركة له: هذه النجوم التي التي في السماء هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض هاي النجوم اللي تشوفوها مدائن كرات مثل الكره الارضيه مثل مدائننا هذه مو مهمه انها مدائن فيها حياه او ما فيها حياه ما يذكر ولكن المهم نهايه الحديث مربوطه كل مدينه الى عمود من نور وفي عباره اخرى الى عمودين من نور واتصور ذاك صحيح اكرر الحديث نهايه الحديث هاي النجوم هاي السماوات هاي الكرات كلها مدائن مثل مدائنكم طيب شلون معلقه هذه ما توقع لا تضطرب لا تضرب الاولى الاخرى مربوطة كل مدينة الى عمودين من نور وفي نسخة الى عمود من نور اليوم بعد بطليموس وفيثاغورس وديمقراطيس اجوا أجا كبلر كبرنيج غاليلو نيوتن هذول اكتشفوا في قرنين سابقين تقريبا أثبتوا أن هناك قوتان أن هناك قوتين في هذا العالم قوة التجاذب وقوة التنافر لها أسماء علمية ما علينا بها اصطلاحات علميه مفصله في كتب العلم الحديث قوه التجاذب اللي يسموه الجاذبيه اللي اكتشفها نيوتن وقوه التنافر هاتان القوتان تنظمان السماء السماوات كلها الاجرام السماويه الكرات كل هذا تسير هذه السماوات بنجومها وبكراتها وبمنظوماتها وبأفلاكها بقانونين خلق الله هذين القانونين قانون التجاذب نفهمه يعني الجاذبية اللي يقولون في اليوم كان نيوتن قاعد وشاف تفاحة هاي قريناها بالمدارس شاف تفاحة وقعت من الشجرة قام يفكر هاي التفاحه ليش وقعت؟ ليش ما طارت؟ ليش ما راحت يمين ولا يسار؟ ليش ما تعلقت في الفضاء؟ وراح فكر وفكر في تفصيل ما علينا به واكتشف ان هناك قانون الجاذبيه، يعني هناك اذا جعلت صخره فوق راسك حتما تسقط، والان كل طفل يشيل طوبة كرة يرميها لفوق توقع ليش توقع؟ هاي يسموه الجاذبية فهناك تجاذب بين الكرات واحد يجذب الثاني وفي المقابل اكو تنافر التنافر شو يسوي؟ يسوي حركة حركة عجيبة هذا الكون اللي نشوفه الآن متحرك مو ساكن الكرة الأرضية تسير كل دقيقة ما أدري كم مئة ألف مثلا كيلومتر كل ساعة شقد تدور كل يوم وليلة كل نهار وليلة الكرة الأرضية تدور مرة واحدة وتدور حول الشمس والشمس تدور حولنا ونحن ندور وهكذا حركة دائبة في هذا الكون اللطيف واحد اسمه حسين بن خالد إجى عند الإمام الرضا -صلوات الله عليه- هو ينقل القضية بشكل جدا لطيف. الحسين بن خالد يقول رأيت ذهبت إلى الإمام الرضا -صلوات الله عليه- وين؟ في طوس، في المدينة ما أدري. سألت الإمام أبا الحسن الرضا عليه السلام ما المقصود في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك. في سورة الذاريات آية سبعة أكو هذه الآية قسما بالسماء والسماء يعني قسما بالسماء القرآن عجيب أسلوب عنده أنه يقسم بالأمور الطبيعية بالسماء بالنجم بالشمس والشمس وضحاها والسماء وما بناها وهكذا هذا ليش؟ لأجل أن يلفت النظر الى هذه العظمه الموجوده ويجعل الانسان يروح يكتشف انا اتصور ان كثيرا من الاكتشافات وحتى الاقتراحات الاختراعات الاكتشافات اهم كثير من الاكتشافات كانت بسبب ان القران كان يشير الى شيء مثل اللغز مو واضح والسماء ذات الحبك يعني شنو؟ فكان يروح يدور أو هذه الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني أكو عمد بس إحنا ما نشوفه وين هذا العمود كان تحفيز يحفز القرآن الإنسان للكشف للاكتشاف لأن مو شغله هو القرآن مو شغله يجي يكتشف لك هذه الأمور القرآن مسؤوليته الهدايه والتنوير والتبصير يعطي بصيره انت روح دور على امورك ايها البشر ايها الانسان الحسين بن خالد يقول سألت الامام ابا الحسن الرضا عليه السلام ما المقصود في قوله تعالى يعني في سوره الذاريات والسماء ذات الحبك الحبك يعني حركه والسماء ذات الحبك. قال عليه السلام: هذه السماء لها طرق الى الارض. معناته اكو طرق، معناته اكو حركه، يعني يقدر الانسان يفوت في هذا الطريق ويروح للسماء. ومن هناك يقدر يجي للارض. هذه السماء لها طرق الى الارض. الراوي الحسين بن خالد شاطر. رضوان الله عليهم، هذول أصحاب الأئمة كانوا شاطرين. كانوا يسألون يكتشفون بقدر استطاعتهم بقدر معرفتهم ذاك اليوم. فقلت له: كيف تكون لها طرق إلى الأرض في الوقت الذي يقول سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد؟ يعني يا ابن رسول الله أنت مرة تقول أنه السماء لها طرق. في ايه ثانيه اي في سوره الرعد الله يقول رفع السماوات بغير عمد، يعني ماكو شيء. شوف الجواب فاجابه الامام يعني الرضا عليه السلام سبحان الله سبحان الله عاده تقال في حاله التعجب يعني ليش بتفتهم؟ ليش بتلتفت؟ ليش ما عندك دقة سبحان الله أليس الله يقول بغير عمد ترونها ما قال بغير عمد الله إذا كان يقول رفع السماوات بغير عمد خب يعني ماكو عمد بعد ولكن يقول بغير عمد ترونها هاي ترونها إضافة تلتصق بغير عمد سبحان الله أليس الله يقول بغير عمد ترونها الحسن بن خالد يقول الحسين بن خالد يقول فكرت قلت صحيح قلت بلى فقال عليه السلام ثم ثم غير ثم ثم يعني هناك يعني هناك في السماوات قال عليه السلام ثم عمد ولكن لا ترونها معناته أكو أعمدة أنتم تشوفونه هسه يجي نيوتن يقول الجاذبيه صحيح اكتشاف جميل او فلان يجي يقول قانون التنافر، قانون التجاذب في كلمه واحده الله سبحانه وتعالى في هذه السوره في, في الايه الثانيه من سوره الرعد يحفز البشر على انه روح اكتشف انت روح شوف شكو ماكو في الدنيا ولكن الله قد رفع السماوات بغير عمد ترونها طيب ناتي الى تكمله الايه من اذنكم شوي اشرب ماي بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. احنا هنا عندنا كلمتين. كلمه الاستواء استوى وكلمه العرش ما معنى كلمه الاستواء؟ مع الاسف بعض الذين لا ينطلقون من فهم القرآن وليس لهم دعم معنوي من الروايات النبوية ومن روايات وأحاديث أهل بيت رسول الله يجي مع الأسف يفسر القرآن حسب رأيه وطالما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن تفسير القرآن مضمون كلامه لا تفسر القرآن بآرائكم مضمون الحديث ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. احنا بعض الامور حقيقه ما نفهمها لازم نعترف. نعترف ان كثيرا من الامور لا ندركها، لا ندرك حقيقتها. مثلا كلمة العرش، شنو معنى العرش؟ عندما ترجع الى اللغة، اللغة العربية جداً لغة موسعة العرش يطلق على السقف يطلق على سرير الملك يقولون عرش الملك وين ما كان عنده سرير قديماً الملوك كان يسولهم أسرة يقعد فوق ومنها كتاج على راسه ومنها مجوهرات ومنها تحاف يخلوله يهفوله الان لا رئيس الجمهوريه يقعد على كرسي صاروا متواضعين كانه مشكل اي ما ان التواضع مو هذا التواضع في القلب والعمل المهم فسرير الملك ايضا يسمى عرش السقف يسمى عرش حتى ايات قرانيه انا شفت اليوم رفت رحت الى كلمه العرش شفت هواية اكو مثلا في قصة سليمان سلام الله عليه خاطب اللي جالسين عنده أيكم يأتيني بعرشها عرش منه بلقيس معناته كان عندها عرش كان عندها سرير كبير مزركش بأنواع المجوهرات اللي آصف بن برخية وصية قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فجابه بعدين لما اجت بلقيس شافت عرش موجود طيب هذا كلمه العرش يقال لسرير الملك يقال على السقف والبناء ايضا في ايه في سوره البقره أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يعني على مبانيها على أسقفها على الصابات على التعبير اليومي يقولون صابات يعني هذه العروش اللي يسوها للعنب أيضا يسمى عرش في آية في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات يعني بساتين فيها ساباط حسب تعبيرنا اليومي يخلوله له مثل العنب اللي كالسقف هكذا هذا يسموه عرش اما اذا نسب الى الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نفسر الآيه بالامور الماديه كما فسره البعض مع الاسف البعض قالوا الله العياذ بالله استغفر الله. العياذ بالله. قالوا الله عنده كرسي قاعد عليه مو الكرسي تشير اكو كرسي واكو عرش واكو ما ادري شلون. يجلس على هذا الكرسي ويأمر. فوصلوا إلى تجسيم الله أو تجسيد الله أن الله جسم وجسد والعياذ بالله وهذا غير صحيح. والقرآن خلاف هذا ليس كمثله شيء طيب هذا التفسير غير صحيح ولكن اللي يدقق في الايات القرانيه يشوف كل شيء لتفسره بامور ماديه لا تفسر كل ما تقرا القرآن في القران بأمر مادي ملموس العرش يقال للسقف ويقال لعرش الملك وكرسي الملك وسرير الملك وللمعروشات في الجنات ولكن ايضا يقال لكل ما في الوجود عندما ينسب الى الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحيه من ناحيه اخرى كلمه الاستواء الاستواء ليس معناه الجلوس، روح الى اللغه العربيه لا تجد اي معنى لكلمه او مفردة الاستواء بمعنى الجلوس الاستواء يعني السيطره يعني الهيمنه التسلط شوف الايه شو تقول يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هذه السماوات العظيمه بافلاكها ومجراتها مليارات المليارات من الافلاك والمجرات والنجوم وفيها أعمدة ولكن نحن لا نراها يعني القانون الجاذبية التجاذب والتنافر والحركة المستمرة في هذا الكون استوى الله على العرش بدليل آخر الآية سنقراها يدبر الأمر تدبير الأمر السيطرة الكاملة الكاملة الهيمنة العامة لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هذا معنى الاستواء على العرش <applause> فعندما ينسب العرش الى الله ليس معنى كرسي وعمود وسكملي لا هذا مو معناته معناته ان كل ما في الوجود يسمى عرش طبعا انا اليوم كنت افكر مع نفسي أنه أكو آيات أخرى تدل على شيء مادي إحنا شنو شلون, شلون نقدر نفسرها مثلا أكو آية وترى الملائكة حافين من حول العرش خب هذا تقدر تفسره أن الملائكة قوى نورانية مجردة يمكن وتحوم حول الأرض عرش يعني كل الكائنات تدبر المدبرات أمرا في آية أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا وأكو آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أتصور أنه إحنا مشكلتنا شنو مشكلتنا أنه كل شيء نقرأ في الآيات القرآنية نتصورها بتصور مادي حسي الان هنا احنا جالسين اذا واحد يجيب كلمه الملائكه التصوير الذهني للانسان وحتى شفت في بعض النقوشات اللي ينقشوها ويرسموها يصور الملائكه شيء جميل مثل البنات الجميلات وبها اجنحه صحيح اجنحه، اكو في القران حول الملائكه ولكن ليس هذا معنى اجنحه مثل الحمام يعني او مثل الدجاج. التعبيرات القرانيه ليست كما نفسرها نحن بتفسير وتصوير مادي. هذا ليس مشكلتنا، ها. مشكله البشر. ليش؟ الان اقول لك ليش. نحن نعيش في عالم الماده. نتحاور ماديا نفكر ماديا حتى أحلامنا ورؤانا مادية كل شيء نشوف مادة يعني إلى جسم ملموس ولذلك تفكيرنا مادي بابا مو الشكل العالم جدا عظيم هناك عالم الذر وين هذا نحن نعتقد أن هناك كان عالما كان هناك عالم باسم عالم الذر شنو يعني عالم الذر عالم يشبه عالم المادة لا عالم الأنوار عالم الأشباح عالم 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 الملائكة عالم الأجنة هذا مثل مو مثل عالمنا اللي نلمسه هذه نظارة هذا قلاص مي ألمسه أشوفه اشرب ميه مو هذا العوالم الموجوده يمكن انا ما اريد افسر من رايي استغفر الله يمكن ان العرش ايضا له وجود عيني ولكن لا كوجود مادي وجود نوراني عالم نوراني عالم الأنوار يمكن يمكن هكذا حتى نقدر نفسر هذه الآية: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية". ثمانية يعني ثمانية من الملائكة المأمورين بكل الموجودات في الكون، يمكن؟ ولكن عموما هذه الآية التي تلوناها وشوية اليوم فصلنا عفوا يعني إذا هالشكل نمشي ما أتصور ننهي سورة الرعد، لازم شوية نسرع، بس أول شيء طبيعي انه لازم هذه الامور ان نشرحها. نبدا من الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله رفع هذه السماوات والاجرام بغير عمد، عمد جمع عمود ولكن اكو عمد احنا بنشوفها بغير عمد ترونها. ثم استوى على الارش، الاستواء يعني التسلط الكامل والهيمنه المطلقه على غير على ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل الكائنات تحت سيطرته هذا معنى الربوبيه. مع الاسف ثلاث دقائق اكثر ماكو وقت. انا بديت اشرح انه ما معنى توحيد الربوبيه؟ الان باختصار اقول الليلة الماضية أشرت إلى أن هناك توحيد الخالقية حتى الوثنيين كانوا يعتقدون اللي يعتقد بالوثن والصنم يقول أكو الله خالق بس خلق والله راح ارتاح مثل بعض اليهود الله يهديهم كانوا يقولون يد الله مغلولة الله جاوبهم قال غلت أيديهم هم أيديهم مغلولة بل يداهم مبسوطتان الله مسيطر، الان مسيطر، الان متسلط على الكون مهيمن على كل الكائنات. انا اتكلم بحول الله وقوته ولا ينافي الاختيار كما قلنا سابقا. هذا معنى توحيد الربوبيه. الرب ولذلك تشوفون لطيف عجيبه انه في هذه الآيات التي سوف نقرأها اغلب الآيات كلمة الرب موجوده. ما يقول الله الله اكو ولكن بلقاء ربكم توقنون والذي انزل اليك من ربك الحق الربوبيه مو الخالقيه هذه الايه التي تلوناها في هذه الليله يسلط الضوء. تسلط الضوء على الربوبيه المستمره لله سبحانه وتعالى على كل العرش يعني كل الكائنات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش طبعا ثم هذا ملاحظة لازم أذكرها مو معنى تقبل ما كان والآن صار لأن ثم بها الزمن هذا مو معنى هذا يعني دائما وبعد الخلق هذا بعد الخلق بعد الخلق لم يترك الدنيا بدون راعي هذا معنى ثم لأن الوثنيين شنو كانوا يقولون يقولون احنا نعتقد بالخالقية بس الله لو من خلق راح قاعد بعد راح ارتاح والعياذ بالله هذا ثم لأجل هذا الموضوع يعني قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق وإلى هذه اللحظة وإلى آخر الدهر الله هو الرب هو المهيمن هو المسيطر ثم استوى على العرش الايه ما خلصناها وسخر الشمس والقمر ان شاء الله في الليله القادمه نشرح وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر هذا لطيف هم خلي نواصل قضيه الربوبيه يدبر الامر تدبير الامور بيده سبحانه وتعالى التدبير شنو معناته؟ لما تقول ابويا يدبر امور البيت رئيس المصنع يدبر امور المصنع والمعمل رئيس البلديه يدبر امر البلد التدبير يعني كل امر في الوجود بتدبير الله سبحانه وتعالى طيب العين اختيارنا شنو واختيارنا ضمن تدبير الله يعني الله اعطانا فرصه الانتخاب والاختيار واذا اراد يمكن له ان يسلب هذا الاختيار الله اعطى لهذا الماء ان يروي وتلك النار ان تحرق وبيده واستطاعته وبمشيئته يمكنه ان يسلب هذا الاختيار او هذه الخاصيه هذا معناته تدبير الامور يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون اشاره الى القيامه والمعاد. اخواني واخواتي هذا شهر رمضان المبارك. هذا شهر الله سبحانه وتعالى. شهر المغفره. شهر الانابه، شهر التوبه. والعالم اليوم مبتلى قديما كان مبتلى ايضا واليوم ابتلي بداء ووباء وبلاء ليس سواء كورونا او غير كورونا انا اتصور واعوذ بالله من كلمه انا اننا باستطاعتنا بإذن من الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا مستطيعين ومختارين نستطيع أن نحول هذا البلاء إلى نعمة إن شاء الله. هناك ذنوب كثيرة البشر ارتكبها ونحن ارتكبناها. هذه الذنوب تحول بيننا وبين القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبين قبول التوبه ايضا. فاتصور افضل طريقه لرفع هذه المعاناه عن البشريه وعنا جميعا ان نثوب الى الله. ان نتوب الى الله، ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى. واللطيف في عقيدتنا نحن المسلمين ان هناك وسائل وهناك سبل الله جعل هذه الوسائل والسبل بامرِه وباذنه جعل هكذا شاء ان نتقرب اليه بارواح الانبياء والاوصياء سلام الله عليهم وايضا التوسل بصاحب الزمان ولي الامر الحجه ابن الحسن اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله, الله لله الله سبحان الله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله